Está aquí Barcelona Radio, tu emisora online desde el corazón del Mediterráneo. Barcelona Radio, la radio de la interculturalidad y la diversidad. Tu radio. Yo usaba que era el ideal de los hitsnitten, ayeti men ideal de lima kitsntuslik, tsnat mana Barcelona Radio, radio liga tsnat lik, radio ديال التنوع الثقافي من قلب كاتالونيا روح المتوسط برشلونة راديو برشلونة راديو مستمعي برشلونة الراديو، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفوكس مع تحيات الريف الجميل. سأحاول أن أخصص هذه المراسلة لأحدث الأحكام التي صدرت أخيرا على مجموعة محمد جلون، ولا يمكن طبعا أن نغفل الإشارة إلى أن هذا الحدث قد ازدرد اهتمام مواطنين بالريف وبات محور أحاديثهم ونقاشاتهم، وبات كذلك محور الصفحات الرئيسية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتناثرت حوله الكثير من التعليقات والشهادات والقراءات وردود الأفعال المتباينة. هذا الحدث يتجسد في الحكم القاسي الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة يوم 25 أبريل الجاري، وتضمن الحكم 27 سنة سجنا نافذا في حق 6 معتقلين على خلفية أحداث إثبائيش الأخيرة، وغرامة 200 مليون سنتيم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء. المعتقلون هم محمد جلون 6 سنوات سجنا نافذا، عبد العظيم بن شعيب 5 سنوات سجنا نافذا، عبد الله أفلاح أحمد المساوي والأخوان عبد المجيد وعبد الجليل بوسكوت 4 سنوات سجنا نافذا، وذلك حسب فصول المتابعة القارة بتهم من بينها التجمهر المسلح والاعتداء على الممتلكات، إهانة رجال الأمن، في حين تم إسقاط جريمة تكوين عصابة إجرامية على المعتقلين. وعقب ذلك وفي أولى ردود الفعل شهدت بلدة إثبائيش مسيرة حشدة جابت جوان شوارع البلدة تنديدا واستذكارا للأحكام القاسية في حق معتقلي انتفاضة 8 مارس. وقد أدلى بعض الفاعلون والمؤثرون من إثبائيش لراديو برشلونة بتصريحات تفيد إصرارهم بكل تأكيد وحماس على المضي قدما في نضالاتهم، بل العمل على مزيد من التصعيد وإبداع أشكال نضالية جديدة تكون في مستوى هذا الظلم والاستفزاز الذي تعرفه المنطقة من طرف المخزن ورجالته. وفي جانب آخر، أصدرت حركة 20 فبراير بالمنطقة بيانا يؤكد إصرار النظام القائم بالمغرب مرة أخرى على السير بجدارته في حق الشعب المغربي عموما وجماهير إثبائيش نحو حدودها القصوى.
يقول البيان بعد اغتيال الشهيد كمال حساني وإنزال القوات القمعية بكل تلاوينها إلى المدينة ومداهمة البيوت وتخريب ممتلكات المواطنين وترهيب النساء والأطفال، جاء الدور حال هذه الأثناء على المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في خضم هذا الهجوم، والذي أصدرت في حقهم أحكام جائرة مبنية على تهم باطلة لا أساس لها من الصحة، تهدف بالأساس إلى الانتقام من الساكنة، وتؤكد مرة أخرى على أن المصالحة التي يتحدث عنها النظام مع الريف تعني في حقيقتها الاستمرار في قمع وقهر واضطهاد الجماهير الشعبية الرافضة للتهميش والإطفاء والتوق إلى الانعتاق والتحرر. ودائما حسب بيان حركة 20 فبراير بالمنطقة، فإن محاكمة مجموعة محمد جلون لا تنفصل عن المحاكمات السورية التي اختار النظام لهجها تجاه شرفاء هذا الوطن، وهي محاكمة سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة المطالبة بالعدالة والكرامة، هذا في الوقت الذي يتمتع فيه الجلادون والمجرمون وناهب المال العام بالحرية والحماية من طرف النظام ومؤسساته. وانطلاقا من هذا، فالحركة تعلن للرأي العام الوطني والدولي، دائما أتحدث عن حركة 20 فبراير، تعلن مطالبتها بالتراجع عن الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم وإلغاء كل المتابعات الصادرة في حق مناضلي أيد بوعياش، وتعلن كذلك إدانتها للمحاكمة السورية التي تعرض لها المعتقلون السياسيون، وترفض بالتالي التهم الملفقة لهم، كما تدعو كافة الأطراف من إطارات ديمقراطية وتقدمية داخل الوطن وخارجه إلى فضح ما يمارسه النظام من اعتقالات في صفوف الشعب. وانطلاقا من كل هذا، فإن حركة 20 فبراير بالمنطقة تؤكد على استمرارها في الدفاع عن حرية المعتقلين السياسيين، وتحمل المسؤولية الكاملة حول تداعيات الأحكام القاسية الصادرة في حقهم للنظام المغربي. وفي نفس السياق ودائما في إطار ردود الأفعال المواكبة لمحاكمة مجموعة محمد جلول، أدانت التنسيقية الأوروبية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وأوروبا الأحكام الجائرة في حق مناضلين حقوقيين وجمعويين بالريف، وطلبت بإطلاق سراحهم فورا دون قيد ولا شرط، واعتبرت التنسيقية أن هذه الأحكام لا يمكن فهمها إلا في إطار تصفية حسابات المخزن مع الريف. ألتحى منه تجاه ساكن الريف الذين يطالبون بحقهم في الشغل والحرية والكرامة، ويتشبثون بتراثهم وهويتهم وتاريخ أجدادهم الكفاحي. وسجلت التنسيقية أن هذه الأحكام يصر النظام على إعادة تكرار سنوات الرصاص وفق منظور العهد الجديد للسلطة التي هلل لها الدستور الجديد. كما تعتبر التنسيقية هذه الأحكام غير مشروعة وقاسية ولا تتناسب الأفعال التي قام بها هؤلاء الشباب. وبالمناسبة أشارت التنسيقية وأكدت على أن المحاكمة هي بمثابة اعتداء على الجميع، وتعهدت بالوقوف مع المعتقلين حتى إطلاق سراحهم، كما دعت كل التنظيمات الديمقراطية والحقوقية داخل المغرب وخارجه، وكذلك كل تنسيقيات المنتدى وكل شرفاء المغرب للتحرك العاجل للرد على هذه الجرائم الجديدة للمخزن، والتي تدين الضحية وتحمي الجلاد على حد تعبيرها.
هذا أعزائي المستمعين فقد أثارت هذه المحاكمة استياء عارما وتذمرا وسخطا كبيرين، ونزلت هما وغما آخر ينضاف إلى هموم كل ذوي نسمة حية. أما على مستوى عائلات المحكومين فقد زادتها هذه المحاكمة يأسا وفجيعا وخلا على الخلول كما يقال. كما أن الحركة الأمازيغية بالريف قد نددت واستنكرت أي استنكار هذه المحاكمة الظالمة، كما استنسخت الأحاديث والتأويلات في الشارع العام، وتساءل الكثيرون عن هذا القدر الذي لزم الريفيين في علاقتهم بالمخزن، ولماذا كل هذا الاضطهاد وهذا التكميم للأفواه وهذا القمع وهذه الأحكام وهذه السجون، لماذا كل هذا؟ هل هذا هو جزاء ساكنة اعتمدت على نفسها في تنمية منطقتها ومجالها؟ هل هذا هو جزاء ساكنة هاجرت وتغربت في أوروبا للبحث عن مصادر العيش الكريم وأغدقت الأموال الكثيرة على خزينة الدولة؟ هل هذا جزاؤها؟ وهل هذا جزاء ساكنة نضالات وتاريخ آبائها الكفاحي يعلي دائما من سمعة المغرب ويرفع من شأنه في المحافل الدولية ويبوئه مكانة لائقة بين الأمم؟ وإلى متى يبقى لسان حال الريفيين يردد رجاء أيها المخزن اخجل قليلا؟ وبحكم المرارة وانتفاخ غصة هذه الساكنة وحيرتها وتساؤلاتها وتكرار مآسيها، وبحكم هذا القدر المخزني المكتوب على جبين الريفيين واستمرار معاناتهم وتقديمهم لضحايا كفر وتبخر ما يسمى بالإنصاف والمصالحة ووهم التنمية وجبر الضرر أو أسطوانة جبر الضرر وخراب التصالح مع الريف، بحكم كل هذا فقد خصصت حيزا كبيرا لهذه المحاكمة، أي محاكمة محمد جلون ومن معه، كحبة أخرى تنضاف إلى حبات السبحة الفاسدة التي يجطرها المخزن في وجه الريفيين. طبعا سأخصص ورقة أخرى لمشكل بات يستأثر باهتمام الكثير من سكنة الحسيمة على وجه الخصوص وحتى سكنة النواحي، وهو ملف السوق أو المركب التجاري ميرادور، والذي تم مؤخرا توزيع المحلات التجارية على كثير من التجار، منهم من مارس التجارة سابقا بهذا السوق ومنهم من لا عهد له بهذه الممارسة. وسوف أعطي بعض الأرقام لتحديد المستفيدين من هذه المحلات التجارية. فقد تم توزيع ما يقارب 650 محل من طرف لجنة ممثلة عن البشوية والمجلس البلدي والولاية، وكذلك نقابة التجار المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
كما توصلت اللجنة المكلفة ب 59 شكاية، تم قبول 9 من هذه الشكايات واعتبار الشكايات الأخرى غير مقبولة. وقد تم توزيع الأجنحة وتوزيع المحلات على الشكل التالي الذي سأحاول أن أعدده باختصار. جناح الخضر، جناح الخضر تم تحديده في الجناح الأول والثاني والثالث والرابع من الطبق السفلي للمركب. الملابس خصص لها الجناح من 1 إلى 7 من الطبق الأول. أما الأواني المنزلية فقد خصص لها الجناح 5 و6 من الطبق السفلي للمركب. كما تم توزيع محلات الجزارة بالقرعة، وقد تم تحديدها في الجناح الثاني من الطبق السفلي للمركب. إلا أن هناك مشكلة، من ينتجر متجول لم يستفيد من المحلات التجارية، وهم عازمون على تنظيم أنفسهم لطرح ملفهم على السلطات المحلية. ومن بين المشاكل المطروحة كون التجار المستفيدون من المحلات التجارية، ورغم كونهم لم يزاولوا مهامهم في السوق الأسبوعي، فإنهم يطالبون بمحلات بالشوارع أو بالأزقة الداخلية للمركب. ولازال مشكل تجار الدجاج بدون حل، كونهم يطالبون بهدم الحائط الذي تم تشييده مؤخرا بالجناح 2 أو الجناح الثاني، كما يطالبون بحق أقدمية ممارسات التجارية لاعتمادها في عملية اختيار المحلات. أما المشكل الذي يؤرق كل المهتمين أو الفاعلين أو التجار المرتبطين بهذا المركب التجاري، فهو للأسف الشديد هو انعدام الكهرباء والماء داخل هذا المركب. وقد حدد كل المستفيدين في عدد 826 مستفيد، 680 منهم يقطنون خارج المدينة ويمارسون تجارتهم بكافة الأسواق الأسبوعية. سأكتفي بهذا القدر على أمل لقياكم في الأسبوع القادم، وإلى ذلكم الحين هذا أحمد يونس يتمنى لكم أوقاتا طيبة ويحييكم من قلب الريف. شكرا لزميلنا في المغرب أحمد يونس وفضائه إن فوكس أو صوت الداخل. نمر لفاصل قصير، بعده سنستمع إلى الحوار الذي أجريناه قبل يوم أمس، أجريناه مع الفنان الصاعد فنان موسيقى الراب هنا بكتالونيا محمد أجعود أو MC غاندي. غير فقط خطنا سكايب نيغ سكيب برشلونة راديو باركسيدونا ذنقيت راديو أقلت يازمي لأهناتنا ونيغ سندي تواصل لدي مسوى ذاك الراديو
هذه يعني وريناس نتفضل نترحب زيس كذلك الخطوط من التليفون جن افسان الموقع نون راديو باركسيلونا فوين كوم كذلك نقرأ سن يثمتنا وصف يثمتنا غد واصلنا نساوضنا كذنا نشين نحتاج يشكم كني وحتاج المعنى على راديو نكم وبالخصوص الأرقام هنا نتوجه ثني يوذن المستمعين غعيزني جن جي المهجر أوروبا الغربية للولايات المتحدة زغات ذكري المستمعين غيعيزن ان شاء الله مري سافن غل حد ديري كي دنغ حد زقي العائله ان السيد جلول مي خذوق على المحاكمه الغير العادله رنت المجموعه نسكوشي ودن كيدس نتحاول ما امكن نسوج ديج الفقره غير الفضاء ومصوض اك العائلة سنتان العائلة نحد نظن زقيني يتوحك من سل محاكمة الجائرة ولا شرعية نقيل دين الحوسي مع المحكمة الابتدائية نتمنى تيريا نريق المستوى أن الحدث وانيتي ربما يوذن بزاف وغاسن تيبان شي من يوقع نقي المحاكمة ثانيتي يتعدى بزاف يعني القضاء المغربي نجان كفوس مرة نسنيثن من يوذن اني جاو كفوس نسن القضاء قيد مواطننا رغم كل شيء ما روج له قي الدستور الجديد الممنوح نشها نسبعة نوارفين وحيطش الدستور ني من مرة يذن ان لا الدستور وانيتي لا المنحة وانيتي امخينا سيدنا مولي محمد هذه عقود مخ لحظة جيجن التعليق عبر شبكة الفيسبوك كوذا نغاي جنجي جير حسب نغن برشلونة الراديو جيجن تفرخ زجي الحسي ما ذريد برمدين غيس مينس ذريد ايوض وزر غيغس ايوذنا عيقا ايوذنا وقينة السدحان السينغمي من طعيان والسينغمي لزرد غوذن إذا الناتو ميغذفن خ بني وعياش إذا الناتو ميغذفن خبو قيد إذا الناتو ميغذفن خ ثانوين مولاي إسماعيل جي إمزوان المسلسل انتلعب القضائي انتلعب الأمني عاذ إيقو وسينخشمين الزوضن نتوجه سنداء سنتي السفهاء أين وعسن ويسم ظن المجرمين أين نقرأ سني كفاكم تلاعبا بالأوراق كلا كفاكم تلاعبا بالمواطنين نشين المواطنين نشين ديوذن ونجيبو دروحوش يكفاكم